متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود بقايا الموجة الشرقية والكتلة الهوائية الرطبة التي أثرت سابقا على المملكة بوجود بعض السحب والغيوم والتشكيلات من السحب الركامية في بعض المناطق التي أصبحت في مناطق أكثر يعني بعيدة عن المدن مثل الوسطى، لكن بقيت فرص الأمطار موجودة على طول المرتفعات جنوب غرب المملكة. خلال الأيام القادمة توقع تراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الرطبة التي أثرت على المملكة والتي تمثلت بحالات نادرة هطلت على إثرها مثلا الأمطار في مدينة الرياض، ليحل محلها اندفاع لرياح شمالية قادمة من الأراضي العراقية والكويتية باتجاه مثلا المناطق الوسطى والعاصمة. كما نلاحظ اشتداد كبير لهذه الرياح متوقع على العاصمة الرياض، والأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة يوم الاثنين مثلا، وتحول الأجواء تصبح مغبرة بشكل لافت في أغلب مناطق القطاع الأوسط من المملكة، يشمل في ذلك مثلا الرياض، تصل إلى مناطق جنوب غرب الرياض، ربما تصل أيضا إلى مناطق القصيم وأيضا مناطق حفر الباطن. جميع هذه المناطق يتوقع أن يتحول الطقس يصبح بها مغبرا خلال الأيام القادمة، مع نشاط كبير في سرعة الرياح وارتفاع في درجات الحرارة، وربما تصل بعض الأتربة والرمال أيضا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه أو خلال الأيام القادمة في العاصمة الرياض، فتكون مثلا يوم الأحد 45، نلاحظ الارتفاع إلى 47 و46 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، ولكن الأجواء تصبح مغبرة في ساعات النهار. في ساعات الليل تكون درجات الحرارة حول 33 درجة مئوية. الأسبوع الماضي سجلت في العاصمة الرياض درجات حرارة أقل بكثير من المعدلات، بلغت في يوم الأحد الماضي حوالي 38 درجة مئوية، وهي تقارب ما يسجل خلال الأسبوع القادم في ساعات الليل. وبالتالي نتوقع اشتداد الحر من جديد في مناطق عدة من المملكة خلال هذا الأسبوع. هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء تكون صافية، درجة حرارة صورة 32 درجة مئوية. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد في مدن ومحافظات المملكة، والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها شمالا من سكاكة 44 إلى 33، في عرعر 45 إلى 32، في تبوك 38 إلى 28 درجة مئوية، غربا في مكة المكرمة 41 إلى 30، في جدة 36 إلى 31، في المدينة المنورة 42 إلى 32، وفي الطائف من 31 إلى 25 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية هناك فرص استمرار لفرص زخات الأمطار الرعدية، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مرتفعات عسير وأبها والباحة، وربما تمتد إلى بعض المناطق الساحلية مثل الجازان 35 إلى 27، في جازان 28 إلى 18، في أبها و 27 إلى 19 في مدينة الباحة. انتقالا إلى الإحساء تكون أجواء بها لاهبة 46 إلى 32، نلاحظ حفر الباطن الأجواء مغبرة لكنها أيضا لاهبة 48 في ساعة النهار و 34 في ساعة الليل و 43 إلى 33 في مدينة الدمام. ختام هذه الجولة في المنطقة الوسطى تكون في العاصمة الرياض 45 إلى 33 مع أجواء مغبرة بعض الشيء، في بريدة في القصيم 45 إلى 32 درجة مئوية، أما في حائل فترتفع العظمى إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 30 درجة مئوية مع أجواء أيضا حارة للغاية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.